غادي نجرب ما عرفنا داكشي ما عرفنا داكشي كيفاش داير سيدي ما عرفنا شو صحيح ولا ماشي صحيح ولا ما عرفنا كي داير داكشي المهم علموكم غتجربوا وعلمونا غدي الوليدات وغنديو واش غنديو حنا اللي دايروا الناس راه غنديروا معاهم فين غتجربوا انتم واه كنجيو هنا في الخميس مع الرحاء ولا في الاثنين ولا فين ما قالوا لنا غنمشيو هو لا كان فيها ما كانش فيها الضروره نجلبوا كان فيها الضروره لا لا كان فيها الضروره ما غادي نجلبوش كان فيها لا كان فيها الضروره ما غادي نجلبوش كان الضروره غادي نجلبوا ولكن السلطات قالت ما كانش الضروره هو كيقولوا الناس قالك اللي فيها المناعة اللي عندو المناعة راه غادي يدق قال لي ما عندوش راه ما غادي يدقوا ليش هادشي اللي كنسمعوا من عند السلطه انتوما كي دازت عندكم جائحه هنا في ولاد الوليد؟ وا دازت عيانه شويه مع بنادم مع الشتا ما كاينش. ايوا راه بنادم كيتمشى على قد الحال تيفرج ربي. وهاد كورونا كي دازت؟ وا دازت مع سيدي ما كاين بس ما عاد لحقنا حتى حاجه ما شنا عمرنا شناهاش ما لحق حتى واحد. ايوا هادشي اللي كاين هو هذا. وبنادم راه مع بعضياتو وبنادم داير كمامه وكيدير يتسوق وداير كمامه وتيخرج تيجي من السوق. وانت ما دايرش كمامه؟ وانا دوك انا في محلي دوك ما عندي فين خارج. ملي كتمشي للسوق؟ وكنديرها. ملي كنكون في السوق هي دابا دوك هي دايره انا في جيبي ما محيداش ها هي. شحال هي عندك؟ وهذه الله عندي واخذها نهار السبت في العشيه البارح في العشيه. ختامي طلعت مع الشيخ حميد ديالنا ديال المخزن مشيت جتمع من الاثنين وجيت جتمع من السيداليه وجيت